هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة ومن محافظة أو منطقة الأحساء أستضيف سعادة الأستاذ عبد اللطيف بن محمد العفالق، وهو رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وأحد المهتمين بالحضارة في المملكة أو الحضارة القديمة، وحنأخذ كثير من المعلومات عنه في هذه الاتجاه في موضوع السياحة أو صناعة السياحة. مرحبا بك أبو عامر وأبو عبد اللطيف بن محمد العفالق، مرحبا فيك. أهلا وسهلا بكم. أنت كلمتني قبل ما نبدأ الحلقة عن مواضيع كثيرة في موضوع السياحة، بس خلني أبدأ في البداية. أول شيء قل لي عن موضوع صناعة السياحة في المملكة، هل ممكن نطلق أنه عندنا شيء يمكن أن يسمى صناعة السياحة بمعناها البزنس، بمعناها التجاري، بمعناها المتداول في العالم؟ صناعة السياحة موجودة في المملكة؟ أخي راشد، أنت السؤال الأول المفروض يصير أخف من هذا حقيقة. لا لا، خلنا يصير استفتاح. الحقيقة احنا لازلنا في بداية صناعة السياحة، في بداية الطريق. لدينا صناعة نعم، لكنها صناعة إنجاز نقول إنها لا زالت في المهد. يعني حتى الآن احنا في بداية الطريق، لا يمكن أن تقول لدينا صناعة ناضجة أو قريبة من النضوج. لكنه بطبيعة هذه البلد تمتلك مجموعة من المقومات القوية اللي قابلة أن تستثمر. الآن يمكنها يستثمر جزء منها في حده الأدنى، لكنه لو توجهنا لهذه الصناعة وصارت مشروع وطني، أنا أتصور أنه حيكون لدينا صناعة جديدة. طيب، وش مقومات السياحة اللي عشان على أساسها تقوم صناعة سياحة؟ شو المقومات؟ في مقومات طبيعية، يعني عندنا ما شاء الله تبارك الله يعني آلاف الكيلومترات من الشواطئ، عندنا واحات مثل ما الآن احنا في قلب أكبر واحة للنخيل في العالم، لواحة النخيل بالأحساء، حواليك الآن 3 مليون نخلة عندنا، وهذه هي طبيعة تجي في المساء على فكرة بعد غياب الشمس، تنزل درجة الحرارة بين المدينة اللي على بعد كيلوين ثلاثة إلى وسط الواحة من 10 إلى 15 درجة نزول، وهذا شيء غريب في بلد حار مثل جزيرة العرب. يعني هذا جانب. الجانب الثاني عندنا التراث الحضاري والتاريخ، عندنا التراث الطبيعي، يعني عندنا مثل جبل القارة الآن بمغاراته وغيره في المملكة، يعني معالم طبيعية جميلة جدا. عندنا التراث الإنساني المرتبط سواء كان بالطبيعة أو بالفنون والثقافات والتراكم اللي فيها. عندنا المقومات الدينية مثل مكة والمدينة وقدرتها على الجذب. يعني إذا عرفنا اليوم أنه التوسعات الحرم مثلا والبنية التحتية اللي تخدم هذا التوسع تستهدف أنه خلال ما يقارب في عام 2030 يفترض أنه يصير عندنا ما يقارب بين 20 و30 مليون سائح أو 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 زائر لمكة والمدينة. هذا في السياحة الدينية. في السياحة الدينية. بس إذا عرفنا الآن إنه تركيا بكل مقوماتها السياحية تستقطب 35 مليون، وهي السادس على سنويا، وهي السادس على مستوى العالم. معناها إحنا لو اهتمينا بالحرمين هالمورد العظيم واهتمينا بها سياحيا كخدمات سياحية وكبنية تحتية وبنية فوقية مع المقومات الطبيعية، يبي يصير وضعنا أفضل من تركيا. يعني فأنا أتصور، بس البلد مقفل يا أبو عامر الآن، بمعنى أنه موضوع السياحة الدينية لها شروط ولها ضوابط معروفة، تأشيرة وفيزا وإلى آخره، لكن هل إحنا نركز على السياحة المحلية اللي هو المواطن، ولا نركز على الأجنبي اللي ممكن يجيب لنا تدفق نقدي جديد، يعني دم جديد، كاش جديد؟ يعني هل احنا نستهدف للداخلي ولا الخارجي ولا كلهم؟ استاذ راشد،
أنا بسألك إذا أنت في موقع، لو كنت أنت في موقع المسؤولية وتبيني أعطي رأي في هالأمر، أقول لك وش تبي؟ هل تبي الصناعة مثل ما تقول الرؤية أنها هي المورد الأول للدخل بيصير يعني بعد النفط، وهي الموظف الأول وهي كذا؟ أقول لك يجب أن تفتح السياحة الداخلية والخارجية، لأن السياحة الداخلية إذا اعتمدت عليها لوحدها يبي يصير الواقع مثل ما إحنا الآن تشتغل السياحة إذا قفلت المدارس، وتقفل السياحة إذا اشتغلت إذا فتحت المدارس. موسمية لا يمكن معها أن تكون أسعار السياحة أو تكلفة السياحة معقولة، لأنه أنت بتحمل تكاليفك طول السنة على الموسم القصير هذا. هنا نواجه مشكلة. هنا نعرف ليش الخدمات السياحية في مصايفنا في الجنوب وفي الطائف ليش هي وضعها تعيس جدا استثماريا، أنا أقصد طبعا يعني تجد المستثمرين في صناعة السياحة من الناس اللي يمكنهم يعني من الناس اللي يعانون يعني أقرب للفقر من الغنى يعني، لأنه صناعة السياحة لا تزال حتى هذه اللحظة ما تمتلك من الآليات اللي تحفزها أن تجعلها صناعة ووجهة جاذبة. اليوم أنت حط الصناعة وحط السياحة، أنا أعطيك مثال، خلينا نمسك الجنوب مثلا. الجنوب لما أستثمر في الصناعة سأعطى 75% قرض من رأس مال المشروع، 75% سأعطى قرض حكومي من صندوق التنمية الصناعية، سأعطى كهرباء بسعر مدعوم، مدينة صناعية تجيها كل الخدمات، أما يبنى لي المصنع وأنا أدفع إيجارة ولا أنا بإيجار رمزي وأنا أبني مصنعي. بينما السياحة لا يوجد صندوق تنمية سياحية ولا يوجد إقراض بالمعنى المفهوم، يعني الملك سلمان الله يحفظه العام الماضي أصدر قرار على أساس تعديل الوضع السائد في صناعة السياحة أنه ما في تمويل، أصدر قرار بالإقراض في المدن الأقل نمواً اللي فيها أقل من 1,000,000 سكانها أنه تقرض إلى 100,000,000 بما لا يزيد عن 50% من رأس مال المشروع. ما في أحد استفاد من هذا، يعني وإن كان في استفادة أحد أنا ما أعرفه فهم قلة. يعني ليش ما استفادوا منها؟ لأن وزارة المالية حطت شروط لا تنطبق إلا على الجانب العقاري، ما تنطبق على 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 صناعة السياحة اللي لها طبيعة خاصة. يعني مثلا يقول لك 80% لازم في أصول ثابتة من رأس المال المستثمر. معناها أنا ماني ببني دوبلكسات وبيعهم، أنا أحتاج تجهيزات. يقول لك أن التجهيزات وكل الأشياء الأخرى في 20%. أنا لما أشتغل في السياحة فأنت التجهيزات والتدريب والاستقطاب والخدمات والكذا هي اللي لها نصيب الأسد، فبالتالي هذه الشروط ما تنطبق. ولذلك المملكة بحاجة ماسة لصندوق تنمية سياحية يفهم لغة الصناعة، صناعة السياحة، حتى يتفاهم معهم ويأمن احتياجهم. الآن الحوار بين صناع السياحة وبين الجهة المسؤولة عن التمويل في المالية هو حوار طرشان، يعني ما يفهمون بعض، ما يعني في اعتقاد، ما في، وخصوصا انهم يعتقدون انهم عندهم تجارب فاشله في السابق، انه مثلا تمويلهم لمجموعه من الفنادق قبل 40 سنة في الطائف وفي ابها وانها ما. طيب خلنا ناخذ مثال الحين، احنا في منطقه الان القاره، صح؟ نعم. منطقه يعني وسط الواحه، صح؟ نعم. طيب احنا لو جسايح هنا، حتى ما في فندق قريب هنا ساسكن فيه، يعني خلينا نقول بنفس المنطقة، ما ابغى اقول تقول 5 كيلو للفنادق او سكن، ما في المطاعم الكافية، ما في وسائل الجذب العائلي الكافية، بالتالي هنا موجود اوكي في مطعم في جلسة في الى اخره، لكن ما راح يتحمل لو يجي وقت واحد 1,000 سائح، لانه لا يوجد السكن، لا يوجد الكوموديشنز، لا يوجد التسهيلات اللي يطلبها السائح، صح كذا ولا لا؟ صحيح. بس تدري ليش؟ أنا أضربك مثال حكم هنا. أنا مثال. والشركة الآن اللي تستثمر الجبل ليش ما سوت مثلا، عند في مساحة قابلة أنها تسوي، بس ليش ما سوت ولا عندها الاستعداد
أنها تستثمر الآن في هذا. أولا قلنا التمويل فيه مشكلة. الشيء الثاني العقود الإيجارية، يعني أنت تستأجر من البلدية 25 سنة، راحت منها 10 سنين دراسات وتطوير وتوظيف وشغل، ما عندك استعداد أنك تحط لك مئات الملايين في فترة إيجارية قصيرة. وهذا طبعا ينطبق ترى على الجبل وعلى أي مكان في المملكة. أكيد ما راح يتطور شيء على الأراضي الحكومية في الوضع الحالي، صعب. كل واحد بيخاف من هالشيء. بالضبط. احنا عندنا مجموعة من العوائق اللي تواجه صناعة السياحة. عندك التمويل، هذه مشكلة. عندك الأنظمة والتشريعات الحكومية. عندك يعني هم يقارنون أنفسهم بأنفسهم في فترات سابقة، بينما الطريقة الصحيحة لو أنهم يفكرون بطريقة القطاع الخاص، الوجهات السياحية المحيطة أو وجهات الجذب للمستثمرين في صناعة السياحة منافسة. إحنا أقل الناس منافسة للبيئات المحيطة. يعني ما لي بذاكر أسماء، لكن هناك وجهة، يعني أنا حاولنا مثلا هنا لإنشاء فندق في المنطقة القريبة من الجبل، وجبنا مستثمر في سياحي خارجي قاعد يضحك علينا أنه 20 سنة ومدري وش، وبحط لي أنا مئات الملايين. قال في إكس من الجهات اللي ما بي أسمي أسماء، قال العقد 99 سنة تأجير الأرض، وإذا أنهيت المشروع خلال العشر سنوات الأولى من العقد يملكونه الأرض بما يعادل نصف ريال، بينما المتر في المجاور في السوق يباع بحول 1500 ريال. فأنت ليش؟ لأنه وفر 1500 وظيفة. الهدف في الاستقطاب في بناء الوجهات السياحية أنك تنمي وتوجد خدمات. في سائح يجي، دولارات بتنصرف، فيه عيالنا بيلقون لهم وظائف كذا. بينما المنتلتي في الوزارات الحالية يقول لك والله أنت مستثمر، أنت شركة تبي تأخذ أراضي الدولة وقروش وكذا، ما ينظر للمنافع الأخرى. ولذلك السياحة فيها مشكلة أخرى في الاستثمار تجعلها أصعب من الصناعة وأصعب من غيرها، أنها ما تشتغل منتجات بشكل فردي، تشتغل في منظومة بشكل عام. ولذلك يسمى دائما على التجربة السياحية يسمونها experience، أن خبرة متكاملة. اللي قاعد يصير اليوم أنه أنت إذا مشروعك كويس والشارع اللي حولك سيء، أو ما عندك نقاط جذب أو ترفيه أو كذا أو شيء آخر يكمل المنظومة، أو ما فيه تكاسي تأمن أنت على زوجتك أنها تجي من الرياض وتقضي مع عيالها مثلا ويكند في الحسا وترجع، إذا ما تشعر أنت بالأمان عليهم فما راح تخليهم يجون. فبالتالي أنا يا راعي المشروع ما راح أستفيد من عيالك أنهم يجون يصرفون قروشهم عندي. والعكس صحيح، عيالي ما راح يروحون لك ويصرفون. هي هنا فيه عندنا إشكالية، عندنا مجموعة من العناصر المفقودة في دائرة السياحة. يعني أما بنية تحتية غير مكتملة، أو بنية فوقية غير مكتملة، أو معوقات قانونية ونظامية وكذا. ولذلك أنا في الأول قلت لك أنت سألتني أصعب سؤال وحطيت السؤال الأول، هي هل نمتلك صناعة سياحة؟ إذا أردنا أن يكون لدينا صناعة سياحة يجب أن تكون المنظومة مكتملة، يجب أن نكون إحنا منافسين للوجهات الأخرى، لأن رأس المال حر. طيب أبو عمر، الآن هل, هل, هل المجتمع أصلا مهيئ للسياحة ولا لا؟ يعني مثلا إن الحين كعائلة لما نروح هنا في أي مكان يعني ترفيهي لازم الأولاد في جهة ومع الأب والأم والأب، ما في عملية يعني الشراكة العائلية. لما نسافر برا أقرب شيء عندنا هنا قريبين الإمارات ولا البحرين، هنا كلها ما شاء الله لو إجازة يوم واحد انكبت العالم. المقصد هنا هل إحنا عندنا ثقافة السياحة كمجتمع أصلا كمفهوم لي شخصيا ولعائلتي ونظرتي أنا للناس يجون سياحة؟ هل عندنا ثقافة سياحة؟ لو ما عندنا ثقافة سياحة ما شفت هالزحف الكبير بتقبل الآخر. أبو عمر بتقبل الآخر، يعني لما أشوف أمريكي يمشي قدامي، ولا مثلا خلنا نقول مغربي، ولا إن شاء الله أي جنسية في الشارع وهي زوجته إلى آخره، عندنا ثقافة نتقبل أنه هالسائح تجول في شوارعنا في أسواقنا في أماكننا. إحنا يعني خلينا نقول شيء، إنه
خلينا نقارن عمر الهيئة 15 سنة مثلا أو 16 سنة اللي مرت، كيف كانت ثقافة السياحة؟ كل شيء بالبدايات، خلصنا طيب. هذا ثقافتنا للأسف، أن احنا يبيلنا وقت طويل نطحن لين نوصل لنقطة النضج. يعني الآن احنا ماخذين كل شيء بالتدريج. اليوم صرنا نتقبل أن السياحة ما هي مرتبطة بما يقال بالمصطلح العام بالصياعة. يعني في الأول كان ينظر للسياحة نصيحة، اليوم بعد الهيئة، وهذه حسنة من حسنات الهيئة بصراحة، الهيئة السياحة، إن صارت ثقافة السياحة كل المسؤولين وكل كذا يشاركون في المهرجانات وكذا، وصرنا نتقبل. لكن طيب أن نقفز الخطوة اللي عقبها، إحنا نأخذ وقت طويل للأسف لين ننتقل للخطوات اللي عقب. ليش ما إحنا جريئين؟ هذه يبدو لي عادي قضية ثقافة المجتمع، يعني تجار التاجر، ثقافة المجتمع وخوف المسؤولين من أن المجتمع ما يتقبل. بينما أنا أتصور أنه المجتمع يتقبل، والدليل أني أنا وأنت ننبسط، وأنت وعيالك وأنا وعيالي نلتقي في دبي ونلتقي في أوروبا ونلتقي في كل مكان، ما عندنا مشكلة. ليش عندنا مشكلة هنا؟ ما أدري، إحنا تعودنا عندنا ترى كذا قناع. يعني ترى إحنا ندور، ما نقول إجابة مباشرة، إحنا نقدر ندور ما نقول الإجابة المباشرة. ليش؟ يد ثقافتنا وترسبات الثقافة الماضية. ولذلك احنا نعتقد انه عندنا يعني السعودية لها خصوصية. اي السعودية لها خصوصية، ابى اقول خصوصية لانه هذا 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 المصطلح اللي دايج الان. اي اختراع الحقيقة، اختراع مسوي حواجز، اختراع يعني يبرر لنا ان نلبس اقنعة كثيرة. هو ولذلك تجد الواحد سلوكه داخل السعودية مختلف عن سلوكه خارج السعودية. نفاق تسميه هذا؟ ما أقدر أنا أسمي يعني أنه نفاق، لا، هو محاولة للتكيف مع الوضع. بالضبط، هو محاولة للتكيف مع الوضع، أنه لا يقبلون هنا ويقبلون هناك. حتى كثير من الناس اللي نراهم أنهم محافظين أو متدينين أو كذا ونجلهم ونقدرهم، تجدهم لما يطلعون يكتشفون ان الوضع طبيعي وعادي، وان الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي وما حد عليهم نحد. وحتى لو كان عندنا احنا يمكن في البدايه بيصير نتحسس، لكن بيرجع بعدين الوضع طبيعي. طيب يعني نوقف مع فاصل بعمر ونكمل. فاصل انا هذا البرنامج برعايه دار الاركان عامره. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارا مع الدكتور عبد اللطيف بن محمد العفارق، وهو رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية. هل تشوف في علاقة عكسية أبو عمر بين نمو السياحة الخارجية والداخلية؟ يعني كل ما شاء الله نشوف حنا السياحة الخارجية تزيد كل سنة، والسياحة المحلية قاعدة تقل من ناحية الأعداد وحتى من ناحية الصرف المالي. بمعنى أنه وجدنا الصرف المالي سنويا في خارج المملكة حسب الإحصاءات يعني وصلت 90 إلى 100 مليار ريال، لدرجة أنه وجدت، وأنا اشتغلت 21 مليار دولار أعتقد أو شيء، يعني 90 مليون ريال 95 بالحدود، أقل أكثر قليل. أنا اشتغلت في بنك في فترات سابقة، وجدت ناس تقترض عشان تروح سياحة خارجية. طبعا ليش ما تجذبونهم أنتم؟ أنت حين رأي شركة سياحية ومهتم في السياحة ودكتوراه اللي يفهم أنه في موضوع السياحة والحضارة، تطوير المشروعات الثقافية، تطوير المشروعات وفي السياحة، يعني أنت ولد السوق، غايص في السوق. أمسكوا المحليين، إحنا ما نقول لأحد يسافر برا، لكن خلوا شوي بالانس. يعني سؤالك شقين فيه، هو ليش نمو السياحة الخارجية أكثر من نموها داخليا؟ زين، مهم، هي بتتقلص هي، بس ما نمت بالقدر اللي نمت الخارجية. أنا قيس دراعي. هو نجحنا في أن إحنا هيئة السياحة وشغلها نجح في إيجاد ثقافة السياحة لدى الناس، لكن لا يوجد لدينا، يعني الناس هم علمهم السياحة، الناس يعرفون السياحة، ما لا 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 لا، بس ثقافة السياحة ما في شك إن البرامج اللي تضخها الهيئة والإعلام اللي قلوا وعي زاد، الناس صار عندهم فهم. احنا ولذلك في عندك صار جزئين، صار الزبون صعب عليك، في عندك جزئين مستهلك صار خبير الآن، وصار ينتقي ويفرز ويعرف والخبرات تناب، خصوصا بعد عام 2000 مع الانترنت والتواصل الاجتماعي، وانك تشوف الوجهات والعروض، 30.5 مليون. فالقصة
فيه نمو في ثقافة السياحة في المجتمع السعودي، وفيه قيود تحد من الاستثمار في صناعة السياحة، فبالتالي المعوقات اللي تقف في وجه المستثمرين تجعلهم غير قادرين على التوسع، والموسمية تجعلهم كذلك، واحتكار مثلا جهات حكومية في التشريع وفي كذا وفي السيطرة على الذي، تجد في الأخير أنه الثقافة هذه تنمو، وعلى فكرة هي تنمو خارجيا وداخليا. يعني مرة في جروب اللجنة الوطنية للسياحة كانوا بعض الزملاء متضايقين من الأرقام اللي عبروا على جسر الملك فهد باتجاه البحرين واللي متكدسين على الحدود قلت لهم خلونا نطرح استفتاء، يا فلان في القصيم وشلون الإسكان عندكم؟ قال احنا عنده فنادق أحد زملائنا، قال احنا فولي بوكت. ينبع أخ مراد قال احنا فولي بوكت، والله عندي ضيوف جايين وكذا ما لقيت لهم مكان أسكنهم حتى في فنادق غيرنا. في جدة نفس الشيء، في الحسا نفس الشيء، في الرياض، في حايل، في كل مكان فولي بوكت. الطاقة الاستيعابية عندنا في المشروعات السياحية بسيطة. ترى اللي سألته في القصيم كلها فندقين ترى. بالضبط. لا يزعلوا من القصيم. ولا بينبع ترى واحد. كم فندق 50 نجوم في الأحساء؟ قل لي. الآن واحد هو اللي شغال، الباقي كم سكان الأحساء؟ الطريق. حالة يعني بدون سياح. ما ليش؟ لا يقل عن 1,000,000. صح أستاذ راشد، أنا قاعد أقول لك انه في معوقات في وجه المستثمرين، هذول اللي شفت اللي بنوا على التهم الحين المستثمرين انه هم المقصرين. لا هذول فدائيين اللي اشتغلوا الان. ليش بتبنون؟ طيب ابنوا فندقين ثلاثة أربعة. معليش انت تبني فندق لكنك ما عندك استعداد تسكره طول السنة. ما عندك استعداد تسكره لأنه ما في حركة الا في الإجازات. منها. وين الخلل هنا؟ خلل مخطط لأنك انت الحين أعطيك مثال. يعني بالله عليك في منطقة مثل منطقتنا العربية اللي تفوح في الصيف زين، وعندك الجنوب ينزل الثلج في أغسطس وأمطار وجو وتصير فاشلة سياحيا، مساكين يعني لأن موسمهم سنتين. السؤال مسؤولية من؟ هذا أنا أقول لك هي مسؤولية مخطط. يعني أعطيك مثال، لما ما أفتح سياحة خارجية ولما في تطوير المنطقة السياحية، احنا شفنا مناطق كثير في العالم وش يصير؟ مناطق مثلا صيفية يحطون فيها الجامعات ويحطون فيها كذا بحيث ان الطلاب يدرسون طول السنة، وانشطة الجامعات هذه تشغل المرافق السياحية، وفي الصيف الطلاب عمالة رخيصة يشتغلون في المناطق في المطاعم والفنادق والكذا، عمالة رخيصة وكواليتي وتشتغل المنظومة. اليوم احنا نبغى من السياحة لحالها انها تشتغل. السياحة لا تعمل الا في منظومة. اذا كان المنظومة مقطعة الاوصال ما تشتغل، ما يمكن تجي انت تسوي فندقك ما يشتغل. هي لازم المنظومة بشكل كامل. التطوير السياحي هو تطوير منظومة، ولذلك لازم تكون توجه دولة. ما لم تكن توجه دولة ما يمكن تنجح. وين هي السياحة من كل الحاجات احنا اللي نقولها الحين لنا ساعة؟ وين هيئة السياحة من كل الدائرة؟ هيئة السياحة ما فيها كلش. يعني هيئة السياحة دورها تحط معايير مثلا للفنادق والكذا، هي تهتم بالزبون بالخدمة وكيف يقدم الخدمة، لكن المؤسسات السياحية كمنظمات اقتصادية لا يوجد لها أب يسمع مشاكلها ويحل إشكالاتها، لأن هذه different business من الخدمة اللي تهتم بها. هيئة السياحة تهتم بالآثار، جزء كبير من جهدها رايح لكشف. خليني خلت قمص السائح المحلي زين، ما ابغى ادخل. الله يعيني لان مشاكلك واجد وبتهاجمني. لا لا ما قاعد اتكلم، انا بتقمص الحين دور السائح المحلي. ومعك حق. يجي اليوم بحجز على تذي الابها انا وعائلتي 5 اشخاص، ما عندنا طيران يشيلك، ادور واسطه زين عشان واحد يحجز لي. طيب نفترض بالواسطه وصلت الى ابها، نزلت وين سيارة وسيلة المواصلات المتخصصة اللي بتوديني؟ يعني شيء منظم، مو بيجيني واحد خاص ويجيني ما أعرف إيش. هذا 2 3 بدور السكن. كم فندق 5 نجوم؟ أنا عندي قدرة بس 5 نجوم أو 4 نجوم. طيب يجيني في المساء أبغى وسائل ترفيهية،
أما مسرح أما أما إلى آخره، مو بس ترفيه ألعاب، ترفيه أشياء كثيرة. معالم التاريخية الموجودة في المنطقة، البنية التحتية نفسها موجودة ولا لا، المطاعم وإلى آخره، قد يكون حتى السياحة العلاجية، قد يكون سياحة طبية إلى آخره، هل هذا موجود؟ لا هذا مختصر لا، لكن فيه يعني أزيد على شكواك إنه أنا ما أشتكي، أنا أقول لا كمواطن هذا النموذج. أنت كمواطن أو خلينا نقول احتياجك، أنا لما أطلع أنا ومعمر والبنات والأولاد ترى ما إحنا بزبون واحد. أنا لو كنت أنت مقدم خدمة سياحية سواء كانت إيواء أو غيره في الجنوب ولا في أي مكان، في الرياض، في شقرة، في لما أجيك أو الزلفي أحسن على أساسنا لما أجيك فأنا لي متطلبات، وأم عمر لها متطلبات مختلفة، صحيح، والبنات لهم متطلبات مختلفة، والأولاد لهم الكبار لهم متطلبات مختلفة، والصغار لهم متطلبات مختلفة. معناها لابد أنك تقدم منظومة من الخدمات، هذا واحد. الشيء الثاني، أنا ماني بنا الزبون اللي ما يعرف يقارن بمستويات خدمة جيدة، عارف أنا مسافر ورايح وجاي. السائح السعودي يعرف مستوى الخدمة الجيد لأنه متعود على وجهات بروفيشنال. تجيني وتقول لي أنت يا صاحب الفندق اصنع له كل شيء، ما أقدر. هي منظومة ولازم تصير بروفيشنال. ولذلك ما لم نهتم بالكيانات اللي هي تقدم الخدمة، الحين احنا قاعدين هيئة السياحة تهتم بالخدمة نفسها بس، لكن الكيانات اللي تقدم الخدمة لا يوجد من يهتم بها. أنت الحين أبو عمر كلامك هذا يحبط ولا يشجع؟ من جهتين يعني، يمكن الإنسان العادي أنا أشعر الإنسان الإنسان العادي يرى أنه محبط. طيب خلينا أرجع لسؤالك، مسؤولية من هذه؟ مسؤولية من؟ لما نجي نقول السؤال، هل الدولة اليوم كل لما لو اعتبرنا انه الواقع السياحي الان يعتبر فشل منا كعاملين في السياحه سواء كنا حكوميين او قطاع خاص في ارضاء يعني المستفيد من الخدمه، لو قلنا هذه فشل، خلينا نعتبره فشل زين تجاوزا، يعني فشل شوي مو بواجد بس يعني لما نجي يطول العمر لتجارب اخرى، هل كل تجارب الدوله فشل؟ امسك الصناعه نجاح، امسك الزراعه والصناعات الغذائيه قصه نجاح، احنا الاول على المستوى الشرق الاوسط، بس خلينا ندرس شلون نجحوا ذولا امسك الزراعه، طبيعتنا صحراء قاحله ما فيه ماء، ومع ذلك اليوم عندك المراعي الصافي، نادك افضل الشركات في الشرق الاوسط سعوديه، هذه قصة نجاح للدولة رغم أن الظروف كانت صعبة جدا. اليوم السياحة صناعة ليست صعبة ومنافعها كثيرة، شفت هالقرى أنت الآن المحيطة بنا والقرى اللي موجودة في كل مكان، المشروعات السياحية ستوجد فرص وظيفية للناس عند بيوتها، وتجنب الدولة الزحف اللي يصير على الرياض وعلى الدمام وعلى جدة. ورا ما تسوون تلفريك على الواحة؟ ايه عاد فيه معوقات واجد يعني، انت 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 خلينا نلملم القصه بانه لا يعني هي الحين انا اعتبرها مصدر جاهز، ها كل المقومات موجوده، 3 مليون نخله لو تقول واحد ما يستوعبها حتى يعني، ترى كل المقومات يعني ممكن يجي واحد من الرياض يجي الصبح بس يتفرج ويرجع العصر، هذا بيدفع له اقل شيء 1000 ريال. المقومات في كل مكان تروح له في المملكه المقومات موجوده، ولكن زي ما قلنا احنا محتاجين ما طبق في الصناعه وفي الزراعه يطبق هنا. الحين انت في الزراعه ايش سويت علشان تطلع بنادك والمراعي وذولا الناجحين؟ ترى في 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 اجزاء فشل وفي اجزاء نجاح في الزراعه. اول شيء ملكت الاراضي البو. ملكت الشركات الاراضي مجانا زين، اعطيت القروض، اعطيت المعونات، اعطيت الدعم، اعطيت الكذا. اليوم امسك تقدم الصناعة للمستثمرين فيها. انا لو تجيني تقول لي والله من جديد لو اني ما استثمرت وببدا من جديد الان، لا بالله مغرية الصناعة احسن لي من السياحة كمستثمر، احسن لي. ليش؟ 75% قرض
وارض في مدينه متكامله. السياحه لو تبني فندق انت ما عندك اي تمويل. الفنادق في تمويل للمناطق اذا المنطقه ما فيها فندق خمس نجوم فيه كذا، الماليه تتعامل مع انه احتياج. يعني ما عندي ابديت اخير اذا كان فيه استجد شيء بعد الرؤيه وكذا، لكنه في الغالب البنوك تراهن عليك. بس الميزه انه لما تصير ارضك ملكك البنوك ترهن الارض وكذا، وبالتالي تضمن وتعطيك. اليوم اللي مستثمر على اراضي حكوميه الدوله لا تقرضك، والدوله اذا جيت تسوي مشروع حسب النظام الجديد اللي هو بعد امر الملك سلمان لازم يقول لك ما تكفي ارض الدوله، تجيب رهن عقاري بما يعادل 130% من قيمة القرض اللي بنعطيك إياه. أنا لو عندي هذا ما جيتكم أصلا. طيب في نقطة مهمة، هل إحنا عندنا فهم وإدراك لمعنى أن السياحة تعتبر مصدر دخل للدولة وللمواطن وتوظيف، يعني أنها هي تعتبر مصدر إيراد ضخم ومكاسب يصعب حصرها حتى؟ هذا أعلنته الرؤية، الأمير محمد تكلم عنه في إعلان الرؤية أنه السياحة هي الصناعة الأولى بعد النفط وكذا ومش عارف إيش، لكنه حتى هذه اللحظة آليات وما آليات ما فيه شيء يعني محدد. الواقع لو تبي تروح الآن للوزارات ما فيه من يدعمك يعني بالشكل اللي صحيح. الأخوان أيضا في يعني الآن يحملوني مسؤولية يلا نخاطب المسؤولين عن الرسوم الجديدة حقت البلدية على يعني ستثقل يعني كاهل المستثمرين في صناعة السياحة أكثر مما هم مثقلين، وفيه نقص في ولذلك كثير منهم الآن يتردد عندهم حديث نبي نتأكد إذا كانت جد عشان نبيع فنادقنا. حلو جدا. إيه أكيد جد، هو أكيد جد، بس إيه؟ إنه يقول لك إذا أنا بنت أنت ثبت بتطبق كما هي ولا بيصير فيها تعديل. دائما إحنا تعودنا تفسيرات، هل بكرة مدرسة ولا يمكن يمدون إجازة آخر الوقت. يعني يمكن في آخر لحظة يتغير شيء بسيط. هم هذا الأمل على الأقل. إيه؟ لأنه شو يقول لك؟ يقول لك الآن كل غرفة في الفندق عليها رسم كل وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية يعني كل وحدة سكنية عليها. هل الفندق يعتبر وحدة ولا الغرفة وحدة؟ الغرفة وحدة طبعا، تتكلم وحدة سكنية داخل الفندق يعني. فهي القصة هذا الموضوع تفسيرها لسه يعني. ولذلك أنا أقول لك هم الناس خايفة اليوم. يعني المستثمر في صناعة السياحة هو يعاني أول، يقول أصلا لو استقدمت من أمري ما استأخرت ما دخلت في صناعة السياحة، كان رحت للصناعة أحسن لي. ومدعوم. أي مدعوم ومن كل الجهات أمورك ميسرة. حتى الصادرات السعودية اللي بتصدر تدفع 10,000 يودونك يحجزون لك في أي معرض تشارك فيه المملكة وينقلون موظفينك وينقلون حاجاتك ويسوون لك ستاند 10,000 يودونك أوروبا وأمريكا وتشارك تكلف حول 300,000-400,000 فأنت والدولة تتبناها. ففي دعم كبير للصناعة. حتى هذه اللحظة السياحة اللي الرؤية أعلنت أنها هي المفروض أنها الأول تصير قبل الصناعة، حتى هذه اللحظة ما فيه أي شيء من الآليات يعني برس. انتظار الحين الآن بس صدر هي التنظيم. ترقب بس صدر التنظيم اللاواحي حقتها صدرت ما أنا شفتها بصحيفة أم القرى. نعم. بآخر عدد منشورة كل اللائحة الرسوم. بس طبعا الرسوم إيه؟ صدرت بس مكتوب حد اقصى ما كتب حد ادنى. لا احنا انا اتكلم عن حوافز الاستثمار السياحي. انه كصناعه هذا حسب الرؤيه حسب الرؤيه كمحرك اقتصادي رئيسي حتى هذه اللحظه لم يعني يصدر شيء تفصيلي. فالناس ولذلك هو الترقب. الواقع صعب. فكره الرسوم وطرح الرسوم على لانه على الانشاء صعب. ضريبه المبيعات اللي يتكلمون عنها انها تبتجي 2018 اي، فلما تتكلم ضريبه المبيعات انا وجهه نظري الشخصيه مقبوله ومعقوله زي دبي وغيرها 5%. يا اخي لا في دبي توصل الى 20% ضريبه بلديه وضريبه مدري وش، المهم تجمع 20%. بتوقف مع فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية دار الأركان
عامرة. مشاهدي الكرام، في الجزء الأخير نستكمل حوار مع الدكتور عبد اللطيف بن محمد العفالق رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية. الآن المهرجانات اللي قاعدة تصير عندنا، مهرجان تمور، مهرجان تين، مهرجان بلا حدود، هذه هل تشوف هذه جهود يعني خلنا نقول تشجيعية تصنف سياحة وترفيه، ولا يتصنف في خلنا نقول استمتاع بالوقت؟ مثلها مثل صناعة السياحة، هي جزء من صناعة السياحة، لا تزال في البداية طالعة من العباءة الحكومية، ما هي باقتصادية طبعا، ما هي ممكن تفعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أفضل، ممكن تصبح نقطة جذب سياحي. المفروض أن المهرجانات أصلا كل منطقة هي ما يميزها يعني بالضبط، لكنها تفعيلها بشكل جيد احنا لا نزال. انت انا اتحدى لو غموا عيونك ونزلت بالجنوب ولا في الحسا ولا في الشمال ولا في الوسطى ولا في الشماليه وتشوف مهرجانات كلهم زي بعض. وش دخل الامانات فيها طيب؟ الامانات يعني ما هم مو شغلهم، هم اللي عندهم قروش وهم اللي عندهم كذا، لانها لا تزال حكوميه الان. مجلس التنميه السياحيه في اي مدينه او منطقه هو اللي يتبنى هالفعاليه ويامر الدوائر الحكوميه انهم ييسرون الامور وكذا. لا تزال هذه تحت العباءه الحكوميه، ولذلك الناس تنبسط عليها لانها مجانا زين، بل بالعكس يوزعون هدايا وكذا ومش عارف ايش، فالناس مبسوطه عليها. لكن لما تجي تقول ابغاها تكون جاذبه عالميا، الناس يجون يشوفون يحضرون هالكرنفال ولا كذا ويحجزون الفنادق ويجون وكذا، هذه لابد تتحول الى صناعه اقتصاديه ويمسكها القطاع الخاص حتى توظف هذه لخدمة البلد وإبراز المواهب والصناعات المحلية تتطور وكذا. الآن اجتهادية وحكومية يعني فيها يمكن فيها نوع من الدعم يعني، وحتى يعني الجهات الحكومية اليوم لما تطلب من شركات في القطاع الخاص رعايات تجي ترعى يعني إما مجاملة وإما رغبة في تحمل مسؤولية اجتماعية وكذا. لكنه هذا المهرجان لما تمسكه في من ضمن منظومة المدينة هو لا يشكل محرك اقتصادي ذو جدوى ويمكن قياس. أبو عمر الحين لاحظ أنا مثلا إذا لكنها مفيدة يعني بشكل عام. أوكي، ألاحظ أنا الحين جيت تسوي مثلا محاضرة حتى لازم تأخذ موافقات كثيرة عشان محاضرة أو اجتماع مجلس إدارة، ترى على فكرة حقة شركة تروح في فندق لازم موافقة. لازم موافقة. طيب أنا طيب نجي المسرحية، نجي الحفل غنائي، يعلن ثم يلغى، ثم أحيانا مثلا احتفالية، إحنا نشوف مسرحية بس نسائية، مسرحية رجالية. هل تشوف الحواجز هذه اللي قاعدة تصير هذه تساعد في السياحة وتسهل؟ ولا نرجع للنقطة الأولى خصوصية سعودية؟ إيه هو السؤال. خلينا نقيس، ناخذ قبل 10 سنين إيش كان وضعنا وإيش إحنا الآن. تبي تشوف إن إحنا تغيرنا؟ صحيح إن إحنا ناخذ وقت طويل في التغير. تتوقع كم 10 سنين نحتاج؟ ما ودي أنا ودي أصير إيجابي يعني. لا تحدني على الإجابات اللي تحبط العالم. أنا أتصور إن إحنا في السنوات، خلينا نقول ال4 سنوات أو ال3 سنوات الأخيرة، ترى التغير سريع. يعني النقطة، ترى بعض الناس يعتقد إن إحنا لما نقول تغير سويت حفلات في الأحساء، في حفلات تصير يعني زي في بعض المهرجانات، يعني تقصد مغنين وكذا. أي صار في مسرحية؟ لا المسرحيات كثير عندنا، نشاط المسرحي في الحسا، نشاط خلي نشاط مدرسي ونشاط لا جمعية الثقافة يعني. أنا رئيس شيء له صيت. أنا رئيس مهرجان سوق هجر، للأسف توقف في 2013 لضعف التمويل طبعا، لكنه مهرجان سوق هجر هو استعادة الهوية التاريخية. أول موسم كان في 2010، ثاني موسم في 2011، الثالث في 2013. في الموسمين الأولين إسلام بني عبد القيس،
كان يعني كان طبعا تاريخي وخيول في وسط قصر إبراهيم، قصر تاريخي يشابون فرح ما يجيبون لا لا ملحم من أبدع في له أغاني وله كذا يعني يجيب واحد عمره 15 14 16 مراهقين هذول لا يزالون يعني يرددون خلك بجوه اي لا معليش بس انا اتكلم عن 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 مهرجان تاريخي اللي انا اتكلم عن فيه فيه فن بس باسلوب في الاطار الثقافي والتاريخي يحكي تاريخ المنطقه وفيه كل الاشياء فيه له وصلات غنائيه مرتبطه بالمنطقه ويرددونها الناس ونغمات جوال الى الان يحطونها من 13 الى الان ماشيه وتشوفها عند الشباب ليش نسمع سوق واقف في قطر ولا سوق بالكويت يعني تسمع لها صيت يعني شوي ها نسمعها هنا ما نسمع شيء يعني بالحسا مثلا خلني اسمع انه مثلا في منطقه شعبيه مشهوره فيها حصل كرنفال حصل فيها حفل احتفالات الى اخره تسمع المنطقه كلها ويجون يعني حتى على الاقل خلني نقول دوام استعاون اللي لا تاشيره ولا شيء يجيك بدون اي شيء ما في جذب شوف في عوائق لا 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 في مجموعه في بنية اسباب تحتية في مجموعه اسباب غير متوفره لا في مجموعه اسباب احنا لما نجي نقول انا بس ابو عمر ركز على مساله انا عمرك ركز على مساله انه العوائق منه وفينا يعني احنا مسوين حاجز نفسي معلش هو فيه مجموعه عوائق جزء منها التشريعات انت تكلمنا قبل شوي عن هيئه السياحه وقلت لك انا الخدمات هي تضبط الخدمه ولكن الكيان الاقتصادي لا يزال ما فيه من يدعمه وانا كيف اصير اصلا كيان اقتصادي هيلثي قادر لاستيعاب الشباب ويامن لهم الاستقرار الوظيفي وكذا ما لم اكن انا اصلا في وضع جيد واذا كانت الشركات السياحيه لا تحظى برعايه اقتصادية والجانب الاقتصادي والتنموي زي ما تسوي وزارة التجارة مع المصانع ومع غيرهم فإحنا عندنا إشكالية نجي نقول والله العباءة الحكومية وإن اللي يشتغلون ويديرون واللي يعطون الموافقات كلهم موظفين حكوميين فبالتالي تلقى الرتم البيروقراطي موجود حتى في الفعاليات السياحية اللي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن هذا فبالتالي يعني ما سوينا شيء هي ولذلك لابد تنتقل السياحة من العباءة الحكومية إلى العباءة القطاع الخاص هذه الحين بأي عباءة الحين هي تحت العباءة الحكومية تطل شوي وترجع وكذا يعني بدأت يمكن هيئة الترفيه الآن لعلها تكون سمعت سويت شيء الحين سمعت عنها شيء أنا شفت أحد الأخوان جايته دعوة لفعاليات في الرياض مسرحيات وستاند اب كوميدي وغيره كذا بترخيص من هيئة الترفيه يعني يبدو انها بدأت تزاول مهامها طيب هيئة السياحة بصراحة ابو عمرو تشوفها بعباءة حكومية ولا بعباءة خاصة ولا ما هي عارفة وش تسوي كهوية كلهم ربعي واحبابي خلي ربعك احبابك عارف انا وربعي واحبابي بعد اي بالضبط ولكنه هم مو لازم مقدمه لا بس لازم طيب لازم نثبت يعني ان احنا النقد ليس يعني نقد بهدف الاساءه طبعاً. انا ارى ان هيئه السياحه فيها مثلا لما تتكلم عن الاثار هذه ما ننازعهم فيها ولكن توظيف القصور والأشياء لا يزال ضعيف جدا أو شبه مش موجود يعني لما بس المصمك والكذا يعني اللي شفنا كيف يمكن يصير عندنا مدارس سؤال محدد أبو عم هي تلبس لبس البزنس لا 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 لا, 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 لا حكومية هي حكومية هي حكومية لكنها لكن في بعض الجوانب مقبول انها تصير حكوميه هذا اللي انا قاعد اقوله وفي بعض الاشياء انه التوظيف البزنس الكذا ذي لابد انها انك تشيل هم القطاع الخاص يعني مثلا هم التراث العمراني في الاثار في كذا they are doing good بس الفكره التوظيف والتشغيل انا اعطيك مثال يعني تسجيل مدائن صالح في اليونسكو جميل ولكن انا وجهه نظري الشخصيه كمواطن خليني مستخدم انا شي يهمني انها تسجلت مدائن صالح في اليونسكو وهي ما وظفت سياحيا انا ابغى خدمه ما ابغى تسجيل كذا مدائن صالح تشرف اليونسكو مو باليونسكو اللي تشرف مدائن صالح القصه انه هل وظفت هل يوجد فيها الفنادق والمطاعم والفعاليات السياحيه
جبة في حايل سجلنا الصخور حقتها، مع أن التسجيل طبعا أنا ما أدري ليش هيئة السياحة يعني تشتغل على التسجيل، ما هو شغلة عشان تقول أنجزنا. وزارة الثقافة. أنا أقول لك عشان تقول أنجزنا، عشان تقول أنجزنا ما أدري أنا عاد، أنا أقول لكن ممثلنا في منظمة اليونسكو ممثل المملكة هو الدكتور زياد الدريس من وزارة الثقافة باريس. اي فهم المفروض باردة باريس المفروض انهم هم شغلهم شغل الثقافة. هيئة السياحة يفترض شغلها التشغيل وليس اليوم في جاب بين هيئة السياحة وبين القطاع الخاص. يعني انا ما اتهم الهيئة، لكن ما احنا جايين نتفق في نقطة ونشعر لهم، لا نشعر انهم شاعرين بالتحديات الاقتصادية وبالظروف وبالصعوبات اللي احنا نعانيها، وهم ما هم شاعرين يبدو ان احنا نفهم التنظير اللي هم فيه والجانب الاكاديمي اللي هو غالب في الهيئة والجانب البيروقراطي. احنا ما احنا بقاعدين نفهمهم وهم ما قادرين. انا ما اقدر اسالك عن الهيئة لاني كنت منتسب للهيئة، بالتالي انا بطل لان عندي اسئلة كثيرة لهم عاد هذا موضوع. لا هم وجهها لهم. طيب يسمعون لكم، تسمعون ملاحظاتكم، رأيكم، شكاويكم، صعوباتكم، معاناتكم، قصص هذه، ولا اسمعوا وعوا؟ لا هم يعني احنا نحتاج لهم في الترخيص ونحتاج لهم في بعض الأشياء. يعني ما اقدر انتقدهم. لا مو بالصورة بهالشكل. أوكي. مو بالصورة بهالشكل، ولكن انا خليني اقول لك مثلا تلتقي يسمعون لكم؟ يسمعون بس انه يعالجون. تلاحظ في يمكن انا اتكلم عن جزئيه معينه او كذا، تجد اجتهادات شخصيه، يعني تكلم مع كذا واحد تاخذ كذا اجابه. يعني شفت مبدا المحاوله والخطا، لازلنا في البدايه الان وكذا، يعني يمكن لسبب انا وجهه نظر ارجعه لسبب ان الهيئه فيها تشعب كبير، يعني نطاق عمل الهيئه أكبر من أن يستطيع الكادر حق الهيئة أنه يفهم. هذا جانب. الجانب الثاني قضية النزعة الأكاديمية والبيروقراطية غالبة شوي، ما نزلوا للسوق، يعني ما عندهم ناس يفهمون. يعني في موجود ناس من القطاع الخاص، ولكنهم أصحاب القرار والصف الأول. أنا وجهة نظري أنه يجب أن يكونون من السوق، من الصناعة، يعرفون التحديات، يعرفون الإشكالات، حتى يقدرون يتفهمون معنا إحنا كناس. قد نكون إحنا في بعض الأحيان يذللون المصاعب لكم. إيه بعض الأحيان نبدو إحنا غير معقولين، يعني طلبات بالنسبة لو كنت أنا لابس طاقية البيروقراطية بشوف أنه حق القطاع الخاص يبي كلش عشان مصالحه عشان كذا، لكن ما أنا العكس، أنا قاعد أواجه تحديات كثيرة، أنا أبي أحد يفزع لي، أبي أحد يقط لي قشة تعلق عليها. يعني السؤال اللي أنا كنت أتوقع أنك تسألني إياه ولا سألتني إياه، وشو؟ ليش صكت ملاهي الروضة في الرياض وليش الشلال وغيرها كثير من المدن الترفيهية قفلت في السعودية؟ لأن غالية أراضية صارت أكثر من قيمتها، لأنهم معظمهم مستثمرين على أراضي للبلدية، والبلدية اليوم تلعب دور المستثمر، تعتبر الأرض مو للخدمة، لخدمة المدينة، تعتبر أنها تستثمر. إذن زد لا ورفعوا الأسعار بعد، رفعوا الأسعار. وأصلا ثقافتنا سواء كنا البلدية أو هيئة السياحة يعتقدون أن صناعة الترفيه بالذات أنها مربحة، الميكانيكال رايدز بالذات، بينما في العالم كله هي أتراكشن، هي نقطة جذب تدعم من المدن. هنا اليوم تدخل تسوي لك مدينة ترفيهية يبي لك ثلث دخلك يروح فاتورة الكهرب، زي اللي يحط مثلا شركة ألبان مشهورة في المحل للجذب بس. اي يمكن ما يربح منها. لا يمكن ما تربح منها، هي تشغل لك المدينة ككل. تجذب لك. ليش حرصت فرنسا انها تجيب ديزني الباريس؟ ترى ملاهي الربو يعني وانا اعرف المنطقة زين، يعني صغيرة بعد قال لها مو شيء يعني. وسكت هس صغيرة سكت. والشلال بجدة. اي وعندنا حقت الحكير الحكير وغيره قاموا يسكرون. ليش؟ لانها مكلفة. الشيء الثاني كل 3 سنين في العالم كله تتغير، تطلع الصناعة السياحة، تطلع العاب جديدة. تتكلم انت عن 3 مليون دولار يورو اللعبة الواحدة، 4 مليون يورو،
أرقام فلكية ما يمكن تدخلها. هنا الناس متعودين على المهرجانات أبو بلاش وش اسمك وسحب وعلى ذاك والفائز مين والمدري وشو. ما هي بأتراشد أبو عمر الآن على مسألة في نقطة مهمة للسياحة، هل أنا أدفع مقابل اللي أخذه ولا لا؟ المفروض انك تدفع مقابل اللي تاخذه، لانه في شكوى كثيره مثلا زي ما قلنا احنا انه عندنا سياحه موسميه 3 شهور شهرين 4 شهور والاسعار مرتفعه جدا. يعني انا اجي الحين للخبر اخذ لي شاليه اليوم ب 2000 ريال تقريبا، يعني انا اروح لاي دوله في اوروبا ممكن اخذ لي 3 أيام 4 أيام بمثل هذا السعر يمكن او اقل او اكثر قليل، يعني في فرق كبير. صحيح صحيح صحيح. طيب. ليش؟ لأن المنظومة عندهم مكتملة. ففي شعور، أنا بعطيك شعور مستهلك إني أنا قاعد أدفع شيء ما يسوى. إيه صحيح. هو المستهلك معه حق، هو قاعد يدفع أعلى. والمستثمر معه حق يقول لك أصلاً أنا حتى السعر ذا أنا قاعد أخسر فيه. اللي أنت ما هو عجبك دائماً يحطون مقارنات، فندق كذا في المملكة وفندق كذا في أوروبا. كم السياحة الخارجية لا هذه مقارنة طبيعية، لأن مين بتفاحة مقابل تفاحة في اختلاف. اي طبعا، ولذلك أنا أقول لك عندنا المنظومة غير مكتملة، وبالتالي المنتج لنا موسمية، ما عندنا سياحة تجي. طيب كلمة أخيرة قبل ما أختم الحوار لأنه باقي نص دقيقة. سم. متى تصير عندنا سياحة حقيقية؟ إذا صارت السياحة توجه دولة وعمل معها مثل ما عمل مع الصناعة بكل الحوافز والمنافسة والكذا والمحركات. الحل ما هو بأن احنا نجيب شركات ترفيه من برا ولا غيرها، مع أنه جيد أنه التنويع استثمار خارجي استثمار داخلي، ولكن اللي عندك الآن الضوابط والشروط والقيود اللي عليهم والتحديات اللي عندهم خانقتهم وبقادرين يشتغلون، فعدل الضوابط، عدل الجذب، اجعل استثمار في السياحة نقطة جذب تنافس شرم الشيخ وتنافس دبي وتنافس كل المنطقة المحيطة. ما لم نصل إلى أن احنا نصير نغري المستثمرين أنا أعتقد لن ننجح. ولذلك أنا مع حتى في الضرائب وكذا، أنا مع حق المبيعات أنه تأخذها من المستهلك في الأخير، أما المستثمر وهو يبني لا تحمله برسوم واجد. احنا بحاجة اليوم أن احنا ندف اكبر قدر ممكن من المستثمرين، اجيب الناس حيشيل اللعبه عن الدوله هو اللي قاعد يبني بالضبط. شكرا لك دكتور عبد اللطيف محمد العفالق رئيس اللجنه الوطنيه للسياحه مجلس الغرف، شكرا لك ابو عمر. اهلا وسهلا، نورتنا. الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام شكرا لمتابعتكم، مع السلامه. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة.